سعد أبو عباس العراقي، يعني ابنه يقول لقيناه ميت داخل شبكة الإعلام العراقي، يقولون واقع بمنهورة هناك. زين هذا الكلام أبو عباس يقول زين شلون سمحوا له بدخول الشبكة؟ هو لا موظف ولا عامل بلدية، شلون دخل؟ شلون وقع جوا بالمجاري؟ من يتحمل السبب؟ مدير الشركة، ضابط الأمن؟ وبعدين الوليد عمره 13 سنة وحالة أبوه المادية جدا تعبانة. إذا الشباب يطلعوا لي الصور اللي باعثها سعد أبو عباس الصفحة الثانية يا شبابنا، هذا يعني البيت مالته، وهذه حالة يعني بيت أبوه. يعني هذه الصور أنا أنشرها على ذمة أهلها، لأن هم يردون يشوفون السادة المسؤولين. نعم جاهز الاتصال. أخ سعد السلام عليكم. عليكم السلام عيني سعد، مرحبا وسهلا. أنا الرسالة اللي أنت بعثت لي إياها، نعم، عن جريمة في شبكة الإعلام العراقي. ابنك، نعم، لا موظف لا ضابط، نعم، لا، نعم، عامل مجاري، إيش، نعم، ودى شبكة الإعلام العراقي وشلون طب؟ ما تحكي لهاي الطرقعة؟ نعم استاذ، ابني عمره 13 سنة يعني طفل حدث. نعم. يوم الجمعة الساعة 8:30 خابرنا الشخص اللي ماخذه. قال يابا ابنكم هنا داخل شبكة الإعلام العراقي، خدته وياي وانفقد هنا. لما رحنا داخل شبكة الإعلام العراقي هناك ما خلونا نطب. بس دقيقة، هذا اللي أخذ ابنك منه شنو ليش؟ هذا بالمنطقة مالتنا، عنده سيارة بالمنطقة مالتنا. زين كل من عنده سيارة بالمنطقة مالتكم ياخذ ابنك؟ ما يا طفل، لا طفل صغير ماخذ وياه اثنين أطفال صغار هم بعمره تقريبا. إي. قاعد عندنا كارتونات ما أعرف شنو هي عتيق بهالأمور هاي. إي. لما رحنا شبكة الإعلام العراقي قال ها والله ابنكم يمكن ضايع جوا، البناية كبيرة ما أعرف متية ما أعرف شنو. طلع لنا شخص من الدفاع المدني قال عم الحكي بيناتنا ابنكم واقع بجوا منهولة مفتوحة، والمنهولة قديمة يعني من عهد الثلاثينات متروكة. وبلشوا الدفاع المدني من الساعة 11 بالليل للساعة 6 الصبح يدورون عليه لحد ما ساعة 6 الصبح طلعوه. زين انتم شلون دخل طفل بعمر 13 سنة لا هوية لا جنسية، هو لا موظف لا بالبلدية لا بالأمانة، شلون سمحتوا له بالدخول جوا ضابط أمن الدائرة أو مسؤول الصيانة أو رئيس شبكة الإعلام العراقي؟ شلون خليته يدخل جوا يعني هو طفل عمره 13 سنة؟ على أي أساس؟ أنت نعم استاذ، أنت شو تصير من الولد الله يرحمه؟ أنا صير عمه. أنت تصير عمه. والده بالمستشفى حاليا، والله العظيم بالمستشفى صار له يومين فدنه باموره تعبانه، هو الوحيد هذا الى على 4 بنات ومتخبل، والده فدنه ومتخبل بالله العظيم، وقاعد بالمعامل بخرابه مالطين، والله خرابه مالطين بالله العظيم. شبكت الاعلام العراقي شنو ردها لحد الان؟ هذا الولد ولكنهم العفو استاذ ولا دايرين بال، ولا بالعكس جابوا لنا هاي الفرقه الخاصه اللي مال الجسمه مال عمليات بغداد، واحنا طوقونا كل احنا بالباب وممنوع تدخل. يا انطونا مجال خلينا نطب نشوف ابننا ندور وياكم على ابننا، ما انطونا مجال ولا واحد طلع علينا. واصلا هذا نفسي العميد اللي مسؤول الحراسات يتهدد علينا ويصيح ويهوس علينا. يا بنت شلون سمحت له بالدخول يطب جوا؟ على اي اساس؟ زين بس هذا افتهمناه. نعم. سولف فيها شبك. الرجل اللي أخذ ابن أخوك، نعم، كان مأجره كعامل. ما أخذ أي، ما أعتقد تعال كعامل يعني قايله تعالوا يا أنا كارتونات وهاي أنطيك 15,000 دينار. زين. عرفت شلون؟ كم واحد؟ كم واحد كان ويا ابن أخوك يشتغل بشبكة الإعلام العراقي اللي أخذوهم هناك؟ إيش كم عامل؟ ابن الشخص ويا طفل أصغر من ابن أخوي بعد اثنين يعني. زين انت من طلعه والمرحوم من المنهوله مثل ما تقول انت، نعم، كنت موجود؟ انا موجودين عم، موجودين من الساعه 8:30 بالليل لحد الساعه 6 الصبح. حتى من شعره هاي المنهوله؟ المنهوله استاذ يقول من البناء الملكي قديمه، يعني مو مجاري، منهوله عباره عن تكرم السبتتنقات القديمه. اخويا اكو فرق بين المنهوله واكو فرق بين الحفره البركه. انت طاح بالمنهوله؟ نعم استاذ. زين الشخص اللي اخذ ابن اخوك شو يقول؟ انتم تعتقدون بفعل فاعل الوليد يعني الله يرحمه هذا قدره وقع لو شنو؟ ما استاذ احنا بعد هو اخذناه للطب العدلي، راح اخذوه للطب العدلي وشرحوه والنتيجه بعد ما طالعه، يعني يقولون 20 يوم 25 يوم لا تطلع النتيجه.
ما اعرف يعني. ورد شبكه الاعلام العراقي كل رد ما لها يعني، لا اجوا علينا لا قالوا يا ابنكم هيجي البقيه في حياتكم، وقع يمنا المسؤول منه، مدير الصيانه، ضابط الامن، الموظفين اللي مسؤولين على الموضوع هذا. انتم الان اقمتم دعوه يا سعد؟ نعم استاذ، قمنا دعوه على الشخص اللي ماخذه وعلى شبكه الاعلام العراقي وضابط الامن ورئيس الشبكه ومدير الصيانه نفس الموضوع. زين، هسه انتم بشبكه الاعلام العراقي، وانا ايضا الاخ العزيز سيد نبيل جاسم رئيس الشبكه والاخوه في هيئه الامناء، الله يسلمك. الان هاي الجريمه اكو كاميرات. نعم استاذ، اكو كاميرات بالشبكه. رجعوا نعم الكاميرات، شوفوا هذا الولد شلون وقع، بعدين هذا حدث، هذا نعم الطفل حدث، شلون سمحتوا له بالدخول؟ فدوى الحلقك رحمه الله. وبعدين اذا هاي القضيه من القضيه من ايام الملكيه، احنا استهلكنا رؤساء وحكام وملوك وقيادات واحزاب بقد الدنيا، شلون نعم ما مطمومه؟ اذا هنالك العفو استاذ قاطعك، المهندسين اللي اجوا وجابوهم بالليل تقريبا الساعه بثنتين بثلاثه بالليل، احنا قلت لك بقينا وياهم للصبح، اجوا وقالوا يا ابا هاي متروكه من 70 سنه، يعني هاي مو نظام مجاري، نظام سبتتنقات يعني، عباره عن تكرم هاي البلوعات القديمه آنية. ومفتوحه يعني ما دايرين عبال اصلا. الان احنا نريد ايضاح من شبكه الاعلام العراقي. نعم، وانتم ايضا خلال الدعوه تقولوا للسيد القاضي احنا نريد التصوير، لان انا متاكد بشبكه الاعلام العراقي اكو الان كاميرات والبقيه بحياتكم. بحياتك استاذ العفو، اكو تصوير شبكه الهندسيه اللي يقول يابا ابنكم وصل لهالمكان واختفى كانما جن واخذه. ادري اخوك يعني حد ما اجى الدفاع المدني. ابن اخوك رايح على المنهوره ولا على مثلث برمودا؟ شلون اللي هنا؟ ما اعرف. اي والله شنو اللي هنا واختفى؟ اي والله شنو اللي هنا واختفى؟ يقول حتى هذا المكان واختفى من اجى جماعه الدفاع المدني، جزاهم الله الف خير، ما يقارب ال 100 فرقه والله، للسته الصبح جماعه الدفاع المدني قالوا عمي ابنكم ماكو حل الا وقعد هاي المنهوره، وظلوا يدورون لسه ساعه ساعه. والله تحياتي للدفاع المدني. انا بحلقه البارحه كنت اتحدث مع معالي وزير الداخليه عن هؤلاء الابطال. والله احنا اللي يشتغل نحط على روس. تعالي اشكرك اخ سعد فدوى الله أبو عباس. استاذ شكرا جزيلا. وما اريد دم ابن يروح هيك استاذ. لا ان شاء الله. ويعني اريد هيئه الاعلام والاتصالات تسمع، واريد مجلس القضاء يسمع، سيد نبيل جاسم يسمع. سيد نبيل جاسم اخ وصديق عزيز ومثابر وقبل هذا وذاك اعلامي. اخ نبيل اريد هاي السالفه من شاربك، هسه ما نخاطبك كمسؤول، خاطبك بالزاد والملح والخوة اللي بيناتنا. هسه القضية حصلت وانت اليوم دريت، وبالمحصلة انت ابن عرب وهذا دم ناس. شوفونا الكاميرات وخلي نشوف المسبب ياهم. شوفولي شباب قضية حيدر الموسوي، تجهزوا لي الاتصال يا ولد يا كنترول الثماني ويتأمن. أنا أكو فت قضية يا أخوان، يعني أنا قلت قبل شوية من أباوع سبحان الله، يعني يبدو أكو عندنا فت قدر مخيف، وكأنه الزمن كاتب علينا أنه إحنا نموت وتتنوع علينا مصادر الموت. الآن يعني هاي الجريمة اللي حصلت وليد الناس كاتلها الضيم، فلوسها انباقت، اللي ما عدتهم رحم خلوهم. زين، يعني الآن إيش قد أكو أطفال، وأكو إحصائيات الآن مخيفة تتحدث عن عمالة الأطفال بحدود 1,000,000 شخص يشتغلون يلمون كواغد، لو شايلينهم مكانيس، لو يبيعون علاقات، لو يبيعون مي. يعني ذولا 1,000,000 مشروع بين عالم، بين مفكر، بين شاعر، بين فنان، بين رسام، بين طرقاعة، تخليه النهار كله كتلة جوع. الوالد لون جرح بذيك الحرب، لون كتل بهاي الحرب، لو الولد حطوه مدري بوحدة من الصناديق، لو اختفى، وهذا ولد هذا التمزق. زين، والسيد المسؤول ما عنده مجال يطلع للشارع، لين عمت عيني وسودة عباتي الليل كله قاعد بالاجتماع وبالنهار بالاجتماع والصبح بالاجتماع وما يدري الدنيا وين صايرة. تحدث عن أرقام مخيفة، الناس دا تموت لأنه أطفال
بعمر الزهور قامت تطلع حتى تجيب لها الاسم تاكل. وانتوا انتخمتوا خليتونا وخليتوهم نصرخ ليل مع نهار. هذا باكر اذا يلاقيكم يا رب العالمين 13 سنه طالع عليهم كرتون والى الان الدائره ما تجاوب ليش؟ ايش قد عندي وقت يا شباب؟